الوسائل المسموعة والمرئية تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسة: الإذاعة، التلفزيون، السينما. طبعاً أنا بختار أعلن في أي من هذه الوسائل حسب طبيعة السلعة وطبيعة المشتركين. مثلاً كان عندنا إذاعة تعز شغالة من الساعة 9 لين الساعة 2 تنطفي. هذه فرصتي إن أنا أعمل فيها إعلانات لمستلزمات البيت، المطبخ، ها؟ لأنه كان النسوان تشرب البلادي. الآن معنا السعيدة شغالة. إذاعة المطبخ. ليش؟ من وقت بداية الطبخ لنهاية الطبخ للغسيل. هذه كان فرصة نعمل فيها زي الصوابين، زي الشمبوهات، زي يعني الخاصة بربة البيت. بس الإذاعة على الصفحات يعني مش معقول أعمل لها إعلان في برنامج طبي تترك الملعقة من إيده تطفي الشولة تقسي السماعة ايش يقول تمام. يكون الإعلان هنا في أبو عبث. يعني أنا بختار الوسيلة الإعلانية التي تتلائم مع الشريحة المستهدفة وطبيعة السلعة ذاتها. طبيعة السلعة تحتاج إلى خبراء تحتاج، لا تستهين في الموضوع ده، تحتاج إلى خبراء نفسانيين، خبراء إعلاميين، خبراء تسويق، ما هيش المسألة كذا. ولذلك أحياناً بعض مؤسساتنا لا تنجح في برامجها الترويجية والإعلام. أنت تلاحظ مثلاً أيام الانتخابات يكلف لك واحد مسؤول الحملة الترويجية قال لك اشتري مرشح ينجح. إذا كنت أنت محسن في اختيار المروج كيف ينجح المرشح؟ ذا تحتاج إلى مسوق، كيف سوق لك الشخص هذا؟ أما الأصلاً مش مهتمين يعني ينجح بدا اللي قبل. ليش؟ مقرر مسبقاً. ليش مقرر مسبقاً؟ أقل انتخابات مقرر مسبقاً. لا والله يقدر أثر على المستهدفين، والله يقدر أثر عليهم بحملات في اليمن عندي قضية. لا تستهين. مثلا يكون خلاص مثلا المقتنع. لا تقادل في العلم لا تقادل في العلم ولا تقولش ان احنا البياس تنجح من انتشار. انا بقدر اكسب ميول الناس بدون فلوس، كيف اسوق الشخص هذا؟ بس في مناطق الذي يقصد الوعي طبعا وانا حتى في المناطق الاميه والمتخلفين استطيع اعمل وسيله اعلانيه تتناسب معهم. مش من والله يقدر. انت اختر المسوق بس، لا تقادر. انا بختار المسوق، نوعيه المسوق استطيع اثر على الحجر. المنتج اهم. استطيع اثر على الحجر. قرحوها وشلوا الصواريخ وبرزوا لنا قبل. انا ما بتكلمش الان على الخاتمه. الخاتمه ما تكلمش عن الخاتمه دي عليه. كيف تحمي؟ شعبك. صحيح. انا بتكلم على تاثير بالناس. لا بالتاثير وقعت. بس خلاص انتهى الكلام. انا مسوق هنا، ما لناش اداره امن. انا بتكلم لك على التسويق. يا دكتور انت قلت في عوامل تؤثر. شركه رستلا نزلت للسوق الافريقيه. ونزلت علبة الحليب وفوق الطفل، فالناس كلهم هربوا من علبة الحليب دي ما يشتروهاش لأنه أميين لا يقرأوا ولا يكتبوا. أتصوروا دخلت العلبة أطفال، لحوم أطفال، مجتمع متخلف زي ما قال. أنت عادك ما أرضش تقتنع، شقنعك. بعدين راحوا غيروا بس الإعلان وقابوا أم لطيفة وسيمة جميلة وطفل جميل وملعقة وجالس بشكل حنون كذا تؤكله الطفل. قالت أنا بطعام أطفال، أنا طعمه أطفال، وارتفعت المبيعات حقهم. كيف أثرت بالناس هذول المغلقين؟ أخسرت نوعية الرسالة الإعلانية التي تتلائم مع وعيهم وتفكيرهم. لا تستهين بالعلم. بس يا دكتور لا تستهين بالعلم. الفقر في مناطق انتشر فيه فقر، يجي واحد مرشح عنده فلوس يدر على الناس يدفعوه. وسيلة إعلامية بقى الشيخ هذا. فلوس. نفس ما أخذ على الحبل بارد الأحمر الذي راح إلى أفغانستان. هذا.
جدا. لا اريد ان ادخل بالجدل هذا لانه مش فايده. الوسائل المسموعه المرئيه الاذاعه، مزايا الاعلان الاذاعي، امكانيه الوصول الى اعداد كبيره من المستمعين على اختلاف انواعهم ودخولهم. بس هذه الاذاعه محليه ولا عالميه ولا اقليميه؟ ايه هي نوع الاذاعه دي؟ تمام؟ اختيار الوقت يكون اختيار مكتوب يكون. يا جماعة شوف يكون الواحد أحيانا قامة كبيرة جدا لما يعمل لك رسالة تحصل فيه رسالة خطأ إملائي ينزل كله يكتب لك لكن لم ألف كاف نون ويكون تتراوق كاتب. أنا منتشر الفيسبوك خلاص في فضاحة الفيسبوك أنا فضاح الناس كلها والواتساب فضاح الناس كلها ما نعكسه يعكسه وصحح لو قاعد كذا خاصة من إنسان صديق أو طالب أو كذا ما اسمعش لكلامه إلا بعد ما عكسوا الرسالة قل له صحح والله أنا بحقق شيء إما وقف كثرة الرسائل دي أو يستفيد أو يستفيد يكون ايش قلنا هنا؟ يمكن او تمكن الفرد من اختيار الوقت المناسب وبالتالي الوصول الى المجتمع المطلوب، التاثير عليه توفير الجو النفسي في البيت وقت الراحه، اذاعه انخفاض التكلفه، طبعا الاذاعه تقريبا الان اف ام وعد الشارع وطني في الان بعد العصر. عيوب الاعلان الاذاعي لا يمكن اظهار السلعه المستهلك وانما نصف هذه السلعه. يقتضي الامر تكرار الرسائل الاعلانيه بشكل مكثف حتى يقتنع الانسان مهما كان استطيع اثر فيه. ابن حجر العسقلاني لما راح يدرس يتعلم كان يحضر الحلقه سمعت مال ابن حجر العسقلاني الزول اللي شرح ياخي البخاري عنده 20 مقلد ها في تصحيح البخاري شرح البخاري راح يدرس كان في حلقه العلم ولا يفهم حاجه ويرجع روح يروح ما فهمش روح لما وصلت قناعة في بو إنه إيه إنه غبي وما ما يصلحش للعلم ربنا ما يخلقش إنسان غبي أبدا إطلاقا ما يخلقش ربنا غبي. بعدين مر على بير وشاف النسوان يطلع على الموية بالدم والحبل قد قطع بالحجر لفت انتباه الحجر وجلس السيخة يعني يسأل ذا الحجر اللي مو قال الحبل ليش قطعه الحبل ضعيف والحجر قوي قال له مع المدام الحبل يقطعه الحجر قال وانت يا ابن حجر ما تستطيعش تتعلم داوم اكثر حاول اكثر رجع لحلقه العلم واكبر نفسه حتى صار من كبار العلماء تملكهم. وبالتالي الاعلان تكرار اطرق الرساله الاعلانيه الاولى يقول اغبياء مش يفهمون ايش اطرق اقول متعصبين اذنق معهم ويسقى كلوا تلقموا ماشي يا حبيبي اطرق الرساله اذوق الرساله ما عملش لا أمل وجدد في الرسالة وبعدين يجي الفضول يقول لك ايش معه ذا ثم يطلعوا على رسالتك الإعلانية ويشوفوا ما عندك أكيد حيقتنع أكيد حنجيبك يعني حنجيبك شفت الإعلان زك حق الناس رائع يصعب على المستمع استرجاع الإعلان عند الرغبة في مزيد من المعلومات بالنسبة للإذاعة لأنه الإعلان الإذاعة التلفزيون يمكن استخدام كافة البثات الفنية الكبيرة مثل الصوت الموسيقى كذا يعني احنا الموسيقى يعني نعمل مؤثرات والصور والحركة والألوان والموسيقى مزايا الإعلام التلفزيوني اختيار الوقت المناسب والقناة المناسبة للوصول للمشاهدة المطلوب تكلفة الإعلان الواحد طبعا أنا بشوف السلعة حقي هذه تخص من وبختار ايش من برنامج ان كان سلعة رياضية شوف المباريات ها ان كان سلعة نسائية شوف المسلسلات وان كان سلعة شوف الاخبار مش يقول لك بعد الفاصل حنواصل فاصل ويعمل ايه فاصل اعلاني يبقى هذه السلعة والاعلان ذا يخص من يشاهد الاخبار؟ ايوه هل الاطفال يشاهدوا الاخبار ويعمل لهم اعلان عن الحديقه؟ شفتم اعلان يوم عن الحدائق والعاب الحدائق جاء بعد نشره الاخبار او نص نشره الاخبار؟ ما يمكنش. وبالتالي
تجربة الإعلان الواحد ستكون منخفضة نسبياً بالرغم من ارتفاع التكلفة الإجمالي للإعلان مقارنة بعدد المشاهدين، لأن المشاهدين كثيرين، ودي اسمها تكاليف الإعلان. المحاسبين حتدرسوها من حسب التكاليف لو أنتم بتدرسوا تكاليف الإعلان. التأثير على عدد كبير من المشاهدين بإمكانية الاستفادة من النواحي الفنية، إمكانية نقل الرسالة الإعلانية إلى العائلة الواحدة مجتمعة في وقت واحد، عيوب الإعلان التلفزيوني. عيوب الإعلان التلفزيوني مش أكتر مش تمام يعني ده قوة الملاحظة، قصر الوقت المتاح للإعلان التلفزيوني بسبب ارتفاع الجودة يتطلب إخراج الإعلان التلفزيوني قدرات ومواهب خاصة، قدرات ومواهب خاصة متمكنة. ارتفاع تكلفة الإعلان الفنية. الوسائل المسموعة الغربية مثل السينما زي الإعلان السينمائي، الاستعداد النفسي لتقبل الإعلان والأفعال يستوعب وضع راحة واسترخاء الجمهور، والاستيعاب بشكلها الطبيعي لاستخدام الحركة والإضاءة اختيار حملات الإعلان والتوجيه لها على الأسر بحساب إعلان سريع بسبب ظهور التلفزيون كان بديل، التلفزيون بديل إيه؟ السينما. لكن دوار السينما موجودة في مناطق أكثر الأندية اعتبر هو اعتبر انه وسيله مؤثره، الكل يحضر بالسينما يشاهد الافلام. بالضبط بالضبط. طيب النشاط الشخصي من النشاطات الترويجيه التي يتضمن اجراء مقابله بين الرجل والبيع قضيه مشتركه، البيع الشخصي لا البيع الشخصي. البيع الشخصي يحتاج الى انه مدرب رجل البيع، مش أي بيع، مش أي رجل يعني يستخدم كل رجل بيع شخصي. مزايا البيع الشخصي أنا أتكلم على النشاط ذاته مش على الأشخاص، الأشخاص لهم مواصفات خاصة، أنا أتكلم على النشاط ذاته مزايا النشاط وليس الشخص الذي يقوم بهذا. هذا اسمهم مندوبي المبيعات، لهم تدريب ولهم خصائص. مزايا البيع الشخصي إمكانية تزويد العميل بالمعلومات الكافية عن السلعة والرد على سعرها مباشرة، وإذا حدثت اعتراضات كيف ترد على هذه الاعتراض. ملاحظة رد فعل العميل مباشرة والتكيف معها، معرفة العملاء الذين لديهم استعداد للشراء وتركيز الردود عليهم، يشعر العميل بالاهتمام عن طريق المقابلة الشخصية، هذا يلعب دورا هاما في اتخاذ قرار الشراء، خاصة إذا كان الرجل البيع متمكن، ما يجيش للزبون وهو معه اتصال تليفوني، شفت الشحاتين هذول يستغلوا فرص، يعني هم تدربوا، يعني لما يحصلوا اثنين يتقابلوا ويتباوسوا كذا ويتحاضروا على طول يدقك يشغلك عشان تتخلص منه تبيعه. خلص من نوع والله. أصلا يشغلك. لو سمحت تدي حق كذا يزعجك ها؟ أنت يا أخي أنت ما تكون رجل بيع، لا تحاول تطرح الفكرة على إنسان مشغول. ممكن يتخلص منك ويقول لك ما نشتريش السلعة. هو يكون أحيانا يكون بس أزعجته أنا، يكون عنده اتصال تلفوني، يكون عنده شخص يتقابل وهو، ثم تجي تعرض له السلعة ومعه شخص عزيز عليه، أو يكون معه مندوب آخر لشركة أخرى يريد أن يتخلص. مرة أنا عملت دورة في مشكلة في البيت، اتصل بالتلفون معه مشكلة في البيت، إي نعم، وما تروح تجلس أيضا جنبه وهو مستقيم، وأنت تروح تجلس بالكرسي جنبه، تعمل لنفسك إيه؟ ما تحاولش تجلس، حاول تستقيم وتنتظر وابتعد شوية، ربما يكون معهم كلام خاص، لأنه لما يكرهك ويغضب منك ما عايشش قابلة. أيوة. وبعدين تختار التحية على نوع الشخص، إما جود مورنينج أو صباح الخير أو السلام عليكم. هذا كلمة شوف إن كان العميل عندك شخص ملتزم تقدر تقول قد مرين السلام عليكم مظهرك تقيله في زول يعني إمام مسجد أو كذا ملتزم ملتحي ومعه ثوب، تقيله ببنطلون من هذاك القصباء وقصة بهذا الشكل، يعني منظرك ذاتك مش حيقابلك. روح كيف الله. أنا مرة دخلت مسجد من مساجد صنعاء، ها، وأنا عامل طبعا على استمرارية المنحة مع الدكتورة
في مسجد كان يعني موجود في عند منطقة كذا من شيش يعني يسمى لأنه مشهور مسجد هذا. وبعدين دخلت وجلست قرأت القرآن وكذا أشوف ولا حد جالس جنبي. والصف مقسوم نصين، قام الصلاة وأنا استويت بالصف الأول في مساحة والله مساحة حوالي مترين. أنا طبعاً لا أعرف الجدار أعرف حيات كذا في مساعة مترين ما فيش أحد يصلي. واحد يقول الحمد لله الذي عافانا مبتلى به كثير منهم. ليه يا أخوان لك أنتوا لابس بنطلون شاف الكرم التفوقي ها؟ وهذا عندهم أيوة بالضبط. وأنا قلت وأنا وأنا أقول حماري تعري أشوف المساعة هذه قدامي هنا وأرجع والله العظيم اضطريت وعناد وأصلي رغم انه والله ما في حد يصلي جنبي. طبعا انت ما ترش الناس راعي الشعب شاعر الناس هذه. انا كان اقول بيعرف اذا كسب الناس كلها صح؟ مش زينا عاندت وجلست بالمسجد واصلي كان المفروض راعي الشعب الاخر وروح بالصف الاخير ها؟ خلي الناس صلوا بدل ما يقصر هلا يعني الصف فارغ واسمع الدعاء الحمد لله اللي عافانا وانا تلفت نفسي مو بتوليتو شفتوا كيف والله الظلم خلاص يعني اذا يشعر العميل بالاهتمام اذا اهتميت به بلباقه الحديث بوقفتك بنظراتك ها بنظراتك الطيبه كذا اثناء مقابله هذا الشخص يلعب دورا هاما في اتخاذ قرار الشراء يعني ممكن تقنعه عيوب البيع الشخصي عمليه البيع تستغرق وقتا طويلا عدد محدود من العملاء بنفس الوقت زياده التكاليف بسبب ارتفاع عروض وعمولات رجال البيع التأثير السلبي من قبل بعض رجال البيع زي ما قلت لحضرتك يعني بمظهره بكلامه بتحيته يؤثر سلبيا على العملاء وبالتالي تخسر عملاء كثير في وكالة شهاب يعني أشوف في بعض الوكلاء عندما يطلع له رقم معين في المبيعة يعني يستهلك منه كذا مبلغ يعطيه رأس قاطرة كل سنة يعني مثلا التاجر هذا يستهلك بالسنة من وكالة شهاب 200 مليون 300 مليون قابله هدية 400 مليون قابله هدية سيارة قاطرة يعني قاطرة رأس قاطرة يعني تحفيز نوع من التحفيز أبو. تحفيز العميل أيوه. طيب هذه بالنسبة له ولا حاجة من جانب إعلان وترويج أيوه. ولا تساوي حاجة عنده يعني الشركة لما تحفز عميل أنت قد تقول رأس قاطرة قيمة 13 مليون أيوه. لو تعرف كم موازنات الإعلان أنت كجامعة السعيد أيوه. ربما تكون 25-30 مليون موازنة إعلان جامعة السعيد يا خليل صح؟ لا تقل على 25 مليون وأي جامعة تعمل ميزانية أقل من 20 مليون للإعلان هذه ما أعتقدش أنها تحقق نجاحا كبيرا بل بعض الجامعات أنا بتكلم على الجامعات بحكم أننا أكاديمي ها بعض الجامعات عاملة ميزانية مفتوحة للإعلان ميزانية مفتوحة أي نشاط تريد تقيمه حفلات استقبال مفتوح له تمام ما بالك من شركة عملاقة ميزانيتها كم أنا أقول لك شركة بروتوكول جامبل كم مرة من المرات اطلعت هنا بالنت كان 70 مليون دولار ميزانيته ترويج 70 مليون دولار اعتبروا كان يقولوا هذا قليل وهذا بالنسبة لنا قليل كم أصبح أيوة حدث ولا حرج حدث ولا حرج واضح يا جماعة ميزانية الإعلان مهمة ميزانية الإعلان مهمة ترصد ميزانية كبيرة لإعلان أي نشاط يا شباب راس قاطره لا عنده ولا حاجه يجيب لي عميل يستاهل في صنعاء يعمل لهم حفل كامل وكرموه يا سلام كل الناس يسحبوا تحفيز تحفيز العملاء طيب وظائف رجل البيع البحث عن المشترين المرتقبين يعني الذي اتوقع انه هذا يكونوا ايه من عملاء يعني نحن تفضل يا سيدي تفضل يا سيدي يلا بالله من هم المرتقبين يعني احنا مثلا بالجامعه جامعه السعيد ها عملاءها المرتقبين هم خريجين الثانوية العامة المفترض
إنها تعمل أنشطة ترويجية بالمدارس مثل تكريم أوائل